محمود عبد الحي انا يعني اتفرجت عليه في ماتشات كتيره من المهاجمين اللي هم كانوا يعني بينقذوا الاهلي في مواقف صعبه جدا جدا، ولعيب كان مهذب وحريف، وشفناه اللي هو مع 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 الجيل الذهبي مصطفى عبده ومختار مختار وصفعت عبد الحليم، يعني كانوا بيمتعونا. محمود عبد الحي انا في كل ماتشات كتيره منهم ماتش مش عارف كان هو وشه كان من الاسماعيلي او المحله مش عارف، كان وشه ظهره للجون وجات له كوره وكان في الربع الاخيره وراح لف بالكوره وحطها في الجون، وكان دي ايه مكسب للاهلي في يوميها 1-0، كسبنا 1-0 وخدنا بيها البطوله اظن. يعني انت جمعت بين الرياضه وبين الاخلاق وبين العلم، فانت كنت جناح ايمن وكنت راجل رياضي خلوق ومهندس بارع في عملك، فجمعت بين هذه الصفات الثلاثة، فربنا يعني يوفقك في حياتك. حضرت معاه حوالي سنتين في التدريب، وهو كان لاعب كويس جدا وملتزم ونشيط، وكان عنده كل الأمور اللي هي تحتاج قرارات أو عمل هو كان يعملها سواء برا النادي أو جوه النادي. كان مبدع وكان لعيب فنان ومبدع، هو مهندس وهو مهندس كان في الملعب. اي نعم هو ما قعدش في الملاعب كتير، ولكن اقدر اقول يعني ايه ادى وقت اجمل وقت قضاه وقضاه وخدم فيه يعني نفسه وخدم النادي وادى وخدم الجمهور ان اتفرج على فن راقي من واحد لعيب راقي طول عمره. انا افتكر له ماتش الاهلي مع الاسماعيلي وهو حط الجون الاولاني واحنا غلبنا 1-0 في الماتش دوت، وكان ماتش نهائي وكان يعني في اخر ربع ساعه في الماتش هو حط الجون دوت، وافتكر له الماتش دوت لا يعلى عليه. كان كابتن محمود كان حاجه جامده قوي في النادي الاهلي. بعد ما